هل أجر الصلاة في ساحات المسجد الحرام عند باب السلام كأجر الصلاة داخل المسجد؟ كل ما هو داخل الأميال، كل ما هو داخل الأميال، كل مساجد مكة وكل فجاج مكة وكل فجاج الحرم كلها تضاعف فيها الصلاة إلى 100,000 صلاة. نعم، الحرم كله، لكن كل ما قرب من الكعبة فهو أفضل. نعم.